طيب نروح النهارده للمؤتمرات الصحفيه. النهارده كان في مؤتمر صحفي لسيمبا الاول، وبعديه كان في مؤتمر صحفي للنادي الاهلي. النهارده على فكره قبل ما انتقل للمؤتمر الصحفي ونشوف مارسيل كولر قال ايه والكابتن محمد الشناوي قال ايه، انا كولر عجبني في تصريحاته عناصر كده سريعه اقول لكم عليها. اولا كولر قال الوقت ما كانش كافي للتحضير للقاء العوده، لان الوقت ضيق جدا ما بين لقاء الذهاب ولقاء العوده. قال النهارده المران هيكون بحضور كل اللعيبه، كل اللعيبه النهارده هيكونوا موجودين في التمرين، وده شيء يطمننا ان الحمد لله ملف الاصابات ابتدى يقل شويه وعدد المصابين بيقل شويه في الفتره الاخيره. قال كمان عبد المنعم شارك في مران امبارح، قال مودست شارك لكن النهارده هنقيم حالته، وقال كمان انا مؤمن جدا بسياسه التدوير، ما عنديش لعيب اساسي ولا لعيب احتياطي، المفهوم ده مش عندي، دايما الروتيشن والتدوير ده موجود في استراتيجيه شغلي، لان انا عارف ان الموسم طويل وفي كلام كتير جدا في الموسم ده ما بين مباريات محليه وقاريه ودوليه. الشناوي قال احنا راجعين بنتيجه ايجابيه ولكن عايزين نعمل نتيجه اكبر وايجابيه اكبر عشان نحقق اهدافنا في التاهل. قال تفكيرنا في لقاء الغد اكتر من اي تفاصيل فنيه تخص مباراه الذهاب، على موضوع مين يلعب مين ما يلعبش، كلام كتير قوي اتقال في الجزئيات دي، ولكن دي عناوين حبيت اقول لحضراتكم كانت ابرز تصريحات الشناوي ومارسيل كولر، ولكن في تفاصيل اكتر وفي تصريحات اكتر. نطلع نسمع مارسيل كولر قال ايه والكابتن محمد الشناوي كمان قال ايه في المؤتمر الصحفي. احنا سعداء جدا بماتش العوده، سعداء بالاجواء، سعداء ان احنا بكره ان شاء الله الاستاد هيبقى مليان وان احنا عندنا دعم كبير من جماهيرنا بكره ان شاء الله. الماتش الاولاني كان الشوط الاول احنا قدمنا فيه مباراه كبيره جدا، اضعنا فرص كتير جدا، للاسف ما احرزناش عدد كافي من الاهداف في الشوط الاولاني كان ممكن تخلي الماتش شكله مختلف تماما. الشوط الثاني قدر سيمبا ان هو يرجع، احنا كمان تراجعنا جدا، ما بقاش عندنا ثقه في ان احنا نلعب لقدام او ان احنا مش عايزين نلعب لقدام كتير، وده ما كانش كويس، لكن سمحنا لسيمبا ان هو يرجع للمباراه وجاب جونين. حظنا كان كويس ان احنا جبنا جون سريعا قدرنا نتعادل بيه وقضعنا بعض الفرص في الشوط الثاني، لكن في المجمل النتيجه طبعا بالنسبه لنا تعتبر في مصلحتنا نتيجه ايجابيه الى حد ما، لكن احنا هدفنا دايما الفوز، هدفنا الاساسي طبعا بكره هو ان شاء الله التاهل. احنا جاهزين لمباراه بكره باذن الله وان شاء الله نقدم مباراه كويسه وان احنا نتاهل، وده هدفنا الاساسي دلوقتي. كنت في زايت هات مير نيشت، احنا طبعا ما كانش الوقت كافي بالقدر المأمول، يعني احنا بنتكلم في 4 ايام بس بين الماتشين، منهم يومين بيبقوا لازم استشفى لان اللعيبه اللي شاركت في المباراه الاولى محتاجه وقت عشان تقدر ترجع بدنيا تاني تقدر تشارك. فاحنا تقريبا النهارده اول تمرين هيبقى فيها الفريق كله بيتمرن مع بعض، فهنحاول النهارده ان شاء الله نتكلم في التفاصيل الحاجات اللي احنا عايزين نشوفها وبنقبل ان احنا نشوفها ان شاء الله في ماتش بكره. بالنسبه لمودست فهو قدر يشارك امبارح لاول مره في التمرين مره ثانيه، وهنشوف النهارده حالته عامله ازاي، هل هو ده كافي ان هو يقدر يبقى موجود ولا لا. منع مشارك في التمرين امبارح بشكل عادي جدا. يا also grundsätzlich ist mal so dass wir احنا لازم نعترف ان احنا عندنا في النادي الاهلي قائمه لعيبه كبيره، احنا بنتكلم في حوالي 32 لاعب بالحراس، عندنا ماتشات كبيره كتير جدا السنه دي، احنا هنعدي غالبا ال60 مباراه، عندنا اللعيبه الدوليه كمان بتلعب ماتشات فوق ده كمان. فانا مؤمن جدا بسياسه التدوير، التدوير معناه بالنسبه لي ان انا عندي 32 لعيب، 32 لعيب عندي زي بعض، انا ما عنديش اصلا فكره التشكيل الاساسي، المفهوم ده مش عندي، اللعيبه كلها عندي زي بعض. الدوري السوبر الافريقي فيه احسن 8 فرق في افريقيا، فالفرق كلها قويه، الفرق كلها مستوياتها متقاربه. يمكن احنا حظنا كان في فريق صعب شويه لان تاريخ الاهلي في تنزانيا مش احسن حاجه، وتعتبر نتيجه 2-2 دي من افضل النتائج الاهلي حققها اصلا في تنزانيا، حتى لو احنا مش راضيين قوي عن النتيجه، لكن احنا عارفين ان احنا بكره لازم نقدم مباراه مختلفه تماما. اكيد طبعا هيبقى نفس الكلام الكوتش قاله، طبعا احنا المباراه الاولانيه طبعا احنا رجعنا بنتيجه بالنسبه لنا ايجابيه، وهو بالنسبه لنا شوط اولاني، احنا عندنا شوط ثاني دلوقتي هنا في مصر في وسط جمهورنا في وسط ملعبنا. احنا عارفين المباراة صعبة، بس احنا في الاول وفي الاخر احنا مستعدين بشكل كويس جدا للمباراة، وان شاء الله يعني نتأهل بكرة ان شاء الله. تباتن الفرق اللي موجودة، يعني مش انا الواحد اللي ببقى موجود بيتكلم مع الفرق، احنا ماشيين بقالنا سنة سيستم معين مع الكوتش، يعني احنا كلنا بنتكلم مع بعض، حتى الجهاز الفني بيبقى موجود معنا وبيتكلم معنا، احنا بنشتغل بس وبنفكر بس في الماتش اللي جاي عندنا، ما نفكرش في الماتش اللي بعديه. ده الفترة اللي فاتت احنا بنتكلم فيها يعني على طول. اللعيبه اللي موجوده عارفه اهميه البطوله وعارفه ان دي اول مره تتلعب في افريقيا وعارفه اهميه البطوله وعارفه اهميه المباراه وعارفه ان احنا بنلعب في وسط جمهورنا وعارفين الكلام ده كويس. احنا الفتره اللي فاتت ما بنتكلمش كتير عشان خلاص احنا بقالنا سنه مع بعض،
مع الكوتش وعارفين السيستم ماشي ازاي، وكل واحد عارف شغله، كل واحد عارف هو بيعمل ايه، وبرضو يعني اللعيبه عارفه اهميه المباراه. يعني تصريحات مهمه جدا من مارسيل كولر ومحمد الشناوي في المؤتمر الصحفي اللي عقد ظهر اليوم في قاعه المؤتمرات الصحفيه في استاد القاهره الدولي. على فكره من النقاط المهمه اللي لفتت انتباه كل الزملاء الصحفيين، وده نتج بناء على السؤال اللي اتسأل لكولر واتسأل للشناوي، مين جاهز، مين ممكن يرجع من المصابين، مين ممكن ياخد جزء من المباراة، أو لعيب لعب لقاء الذهاب ممكن تريحه لقاء العودة. الشناوي قال يا جماعة، وده كان رد واضح حتى، بس عشان طبعا وقت المؤتمر كان طويل شوية فمش هينفع نستعرض النص ساعة من المؤتمر الصحفي، ولكن أنا هختصر الجزئيات دي لأن هو اتكلم في نقاط مهمة قوي. قال لهم يا جماعة، ده الشناوي، بلاش حد يفكر كتير في مسألة مين غايب ومين هيلعب. قال احنا كلعيبه، احنا كفريق وكلعيبه ما بنفكرش في التفاصيل الفنيه دي خالص. اللعيبه والفريق خلص ماتش الذهاب بيستعد لماتش العوده، ومين يشارك مين ما بيشاركش احنا في اوضه اللبس ما بنتكلمش فيها، لان ده امر يخص المدير الفني. كمان كولر لما اتسال نفس السؤال، عشان كده الشناوي في جزء من اجابته قال لك ايه، مش هقول حاجه مختلفه عن اللي قاله المدرب، نفس الكلام، لان كولر برضو اتسال هل منعم يلحق، هل محمود متولي ممكن يلحق، مودست غاب ممكن يشارك. الراجل قال لهم انا ما عنديش لعيب اساسي ولاعيب احتياطي. لما اتسال كمان على امام عاشور قال لهم انا عندي السادس التدوير والروتيشن دي على طول بشتغل عليها لان الموسم طويل، وقال عدد المباريات، اتكلم على 60 مباراه، وعلى فكره ممكن كمان يكون اكتر من كده ان شاء الله في الفتره اللي جايه، لان في بطولات الاهلي لسه هيشارك فيها، فالعدد ممكن يخش في 70، فعدد مباريات كتيره قوي، فانت محتاج تعمل تدوير. لازم تلعب بكريم الدبيس وعلي معلول، لازم تلعب بخلال عبد الفتاح ومحمد هاني، شويه شويه يدخل كريم فؤاد واكرم توفيق، عندك ياسر ابراهيم ورامي ربيعه لعبه لما متولي غايب ومنعم غايب، عندك نص الملعب نفس الكلام، كوكا شارك لما امام عاشور قعد، مروان عطيه لما قعد نزل قفشه، يعني في روتيشن في التشكيله، رضا سليم لما لعب حسين الشحات قعد، طاهر محمد طاهر احمد عبد القادر دلوقتي ما بيشاركوش بشكل اساسي، الفتره الجايه هيشاركوا بشكل اساسي. فهي الفكره ان الجهاز الفني عارف امتى يلعب مين وامتى يريح مين. فالتساؤلات العديدة في الملفات اللي زي دي بتعمل بلبلة عند الجماهير، فالنقاط دي الجهاز الفني كولر وكابتن الفريق كان مهم جدا يوصل الرسالة دي لكل وسائل الإعلام، لأن اللي بيكتبوا الزملاء الإعلاميين أو الصحفيين أو بيقولوا في برامجهم بينتقل للجماهير، فالجماهير بتقعد تسأل على السوشيال ميديا، فبتبقى حالة، فبتبقى ترند، ففي النهاية ده بينعكس، وبالآخر بعد اللفة دي تلاقيها وصلت في النهاية للجهاز الفني، فبتبقى عاملة حالة مش إيجابية في توقيتات أنت المفروض عايز تركز فيها وتشتغل، وبالتالي مفيش لعيب ممكن يسأل أنا ألعب ولا مش ألعب نتيجة التساؤلات الكتيرة اللي موجودة في السوشيال ميديا. عموما دي كانت تصريحات كولر ومحمد الشناوي.